عمو منيب حبيبي شغل لنا صوت طراد. وش يقول طراد؟ هذا طراد ابن عبد الله ولد عمي. عطوا تحية يستاهل طرود. يستاهل. عبود. شغل صوت طرود. يا نرجع ورا شوي نرجع ورا. ارجع ارجع ارجع. ارجع وعود عود. تعال جنبي. ارجع ارجع سوى الصوت سوى. تعال مهدي تعال. تعال مهدي تربع هنا تعال. حيد العين يا مهدي. شباب البزنس تبعي شباب البزنس خلاص فلاح خالد فيصل موسى عامر وليد محمد احمد والي عايف نايف سيف خالد اسامه محمد سلام عبد الله معاذ ماجد محمد عريسي. خلوكم حول الشاشة خلوكم حول الشاشة. فقط حين يتم حل الألغاز بالشكل الصحيح. معناتها في ألغاز وبنبدأ باليمين إجابة الغاز. عطنا الغاز يا بابا. جمع الحروف ستبقى كال الذكريات. الذكريات ستبقى كالحكايات. يا سلام يا ماجد. عطنا غيرها. حل اللغز الأول. الذكريات ستبقى كالحكايات. استاذ صوك يا ماجد. تمر في كل زمان. الأزمنة. ما اللي جاوب؟ ما دي ما مالك شيء. عطنا غيرها. الذكريات ستبقى إيش؟ تمر في كل الأزمنة. الله. ملامحها تناقل كالنصوص وتسرد في الروايات. جاوب الامبراطور. تحية الامبراطور. حل اللغز الثاني. ملامحها تناقل كالنصوص وتسرد في الروايات. ابشر طعمه. البزنسية. احسنت. تحية للبزنسيين. سهلوه. ها؟ أحسن. الأبطال. وش؟ أبطال. أبطال. صح. مدة وتنتهي أجمل. اقرأها بصوت واحد يا شباب. مدة وتنتهي أجمل رواية. أنتم أبطالها. نستاهل تحية. كيف ما صفق إلا الإمبراطور؟ لقد كانوا هنا يوما. لقد كانوا هنا يوما. الذكريات ستبقى كالحكايات. تمر في كل الأزمنة. ملامحها تناقل كالنصوص وتسرد في الروايات. لننقل للقارئ تفاصيل حياتنا البزنسية. مدة وتنتهي أجمل رواية. أنتم أبطال.